تريزيجيه الحقيقه مع اليوفي. ادي امامنا الكره العاليه على طول، فري يبعد الكره، محاوله اختلاس رائع، خطا من فري ومحمد لامين سيسوكو. محمد لامين سيسوكو التوفيق عندما ذهب الى فالنسيا وحتى عندما كان مع ليفربول، يبدو انه سيكون افضل حظا واكثر توفيقا مع اليوفي. ادي امامنا الكره وادي امامنا سرعه التصرف والمزدوج.